ومن الأخبار اللي حصلت امبارح للأخبار اللي هتحصل النهاردة، والنهاردة هيبدأ الأوكازيون الشتوي 2022 وهيستمر معانا لمدة شهر، والتخفيضات هتوصل لحد 50%. والأوكازيون مش بس لمحلات بيع الملابس، لا كمان هيكون في محلات الأدوات المنزلية ومحلات بيع الجلود والأحذية والشنط وغيرها من الأنشطة التجارية. النهاردة كمان آخر يوم في فعاليات الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، واللي انطلق يوم 26 يناير اللي فات في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهاردة هيتم إطلاق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانا في التخصصات الطبية المختلفة، والقوافل دي هتكون في محافظات أسوان وأسيوط والوادي الجديد والإسكندرية. النهاردة في محافظة الدقهلية هيتم إيقاد الشعلة الرئيسة بميدان النصب التذكاري أمام مبنى المحافظة إذانا ببدء الاحتفالات الرسمية بالعيد القومي للمحافظة. كل عام ومحافظة الدقهلية وأهل محافظة الدقهلية بكل خير وسلام.